أهلا بكم. قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن العراق يعيش أصعب أيامه وهو في طور التداعي، وربما القادم سيكون أسوأ بسبب انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا وتوقف قطاع الأعمال في العراق وفشل القوى السياسية لحد الآن في الاتفاق على خلف لعادل عبد المهدي الذي أجبرته التظاهرات على الاستقالة، فضلا عن تصاعد التوتر بين الميليشيات الطائفية الموالية لإيران والقوات الأمريكية والذي قد ينذر بجر العراق إلى أسون حرب قد تندلع بين إيران والولايات المتحدة على أراضيه. الوضع في العراق في ضوء الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا ونذر المواجهة العسكرية بين إيران وميليشياتها من جهة وواشنطن من جهة أخرى هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل فعلا العراق الجديد يعيش أصعب أيامه وهو في طور التداعي وربما الانهيار كما تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية؟ ولماذا اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة أن العراق قد تلقى الضربة الأقوى من بين الدول النفطية بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية؟ وهل ثمة جدية أمريكية في إطلاق عملية عسكرية ضد الميليشيات الطائفية الموالية لإيران في العراق وفق تسريبات صحيفة نيويورك تايمز؟ وما علاقة حركة القوات الأمريكية الحالية في العراق وإخلاء بعض قواعدها العسكرية بخطط مهاجمة الميليشيات المرتبطة بإيران؟ ولماذا القوى السياسية الحاكمة في العراق وميليشياتها تروج دائما لفرضية الانقلاب العسكري ضدها بدعم أمريكي؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، ظافر الشمري. شلل سياسي تتوسطه فوضى أمنية ونفوذ للميليشيات يزيد تأزمه الانهيار الاقتصادي، عوامل متسارعة تجر العراق إلى الهاوية، ما يتطلب حلولا سريعة وجذرية على رأسها تشكيل حكومة إنقاذ على أنقاض العملية السياسية التي تعد عمليا في آخر أيامها. تقول صحيفة نيويورك تايمز إن انخفاض أسعار النفط وتداعيات فيروس كورونا كلفا العراق خسائر فادحة ستتجسد معطياتها في عجز قريب للحكومة عن تغطية رواتب موظفي الدولة، فإذا كان هذا الحال بالنسبة للموظفين فكيف بمئات الآلاف من العاطلين عن العمل الذين تركتهم أزمة كورونا في مهب الفقر والعازة دون معين ولا معيل؟ ورغم أن العراق كغيره من البلدان التي تأثرت بهبوط أسعار النفط وأزمة كورونا، إلا أن مأساته ستكون أكبر بسبب الواقع السياسي المتمثل بالشلل الحكومي وغياب السياسات الحكيمة التي تدير هكذا أزمات. تفضح هذه الأزمة حجم الفساد الحكومي الذي لم يدخر لمثل هذه الأيام منذ عام 2003 فلسا واحدا من مليارات الدولارات التي أهدرت وضاعت في صفقات الفساد والسرقة، إضافة إلى صرف المبالغ الهائلة لدعم الميليشيات خدمة للمصالح الإيرانية. وفي ظل هذا التدهور الاقتصادي يبرز دور الميليشيات المعجل بانهيار العراق من خلال تحويله إلى ساحة حرب بالوكالة دفاعاً عن المشروع الإيراني المتصادم مع المصالح الأمريكية، ليقع العراق بين سندان الأزمة الاقتصادية ومطرقة التخريب الميليشياوي. وقد يزداد الوضع سوءاً إذا قامت الميليشيات بالسيطرة الكاملة على بغداد وبعض مناطق العراق في حال مورست الضغوط عليها لتجريدها من سلاحها، لتستنسخ بهذا التصرف تجربة ميليشيا الحوثي في اليمن بحسب تقرير لوكالة الأناضول التركية. العراق يعيش أسوأ أيامه كما تصفها صحيفة نيويورك تايمز، لكن هذه المحنة تعد درسا أخيرا تيقن من خلاله العراقيون أن إزالة المنظومة الحاكمة لم تعد حاجة سياسية فحسب، وإنما أصبحت حاجة وجودية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في الوضع في العراق في ضوء أزمته الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا ونذر مواجهة عسكرية بين الميليشيات الطائفية الموالية لإيران في العراق وبين الولايات المتحدة. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا الأستاذ ظافر الشمري من مدينة سيدني في استراليا طبعا، والمتخصص في الأمن القومي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا.
حياكم الله. مرحبا، حياكم الله. أهلا وسهلا. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي. دكتور رافع الفلاحي، النيويورك تايمز، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تتحدث أنه العراق يعيش أصعب أيام، العراق الجديد، وأنه في طور التداعي وطور ربما الانهيار. هل فعلا الصورة، صورة العراق الجديد، بهذه السوداوية، بهذه الصورة المخيفة والمرعبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لك أستاذ ماجد وضيوفك الكرام. فعلا العراق يعيش اليوم ربما أخطر وأصعب أوقاته. أنا أقصد هذه العملية السياسية وعموم العراق، لأنه تأثيراتها على العراقيين بالغة كبيرة. خلال 17 سنة كان الوضع سيء، تراكم البناء الخرب هذا أدى إلى هذه اللحظة التي وصلنا إليها. الحقيقة عندما تشير نيويورك تايمز إلى هذا الموضوع فيتحدث عن جانبين، وإذا ما يعني دعني أبدأ بالجانب الاقتصادي أولا وأعرج على الجانب السياسي. في الجانب الاقتصادي هناك انهيار لأسعار النفط، والعراق مثل ما تعلم ويعلم الجمهور الكريم يعتمد كليا 100% على النفط، على مدفوعات النفط، يصدر النفط وتأتي الأموال ويستفيد من عدها. الآن حجم العجز الشهري فقط لتمويل رواتب الموظفين نحو مليارين. النفط انخفض الآن، لا يعني حجم الواردات لا تساوي أكثر من مليارين. الرواتب تحتاج إلى، باعتراف الحكومة، تحتاج إلى نحو 4 مليارات، تحتاج الآن العجز مليارين. كل مدخرات العراق من العملة الصعبة لا تتجاوز 60 مليار دولار. إذا ما اضطر العراق وذهب إلى هذه الأموال، يعني ذلك انهيار الاقتصاد كاملا، والاعتماد العراق سيخرج حتى من ثقة كل، حتى الناس اللي ممكن، أو الدول أو المؤسسات أو الـ أو الـ أو الـ أو صندوق النقد الدولي أو الصندوق الدولي، فيما لو قرر أن يعني يعين بقروض معينة فلن تكون هناك ثقة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى جانب الوباء الذي حل بالعراق. الوباء الآن متفشي في العراق، ولدينا 1200 كيلو متر مفتوحة على بؤرة للوباء، هي إيران مفتوحة عليها. فبالتالي العراق معرض إلى كارثة كبيرة. البنى التحتية للصحة منتهية، كما هي البنى التحتية لكل قطاعات الدولة العراقية. منذ 17 سنة كان هناك فساد كبير، تعاظم هذا الفساد، أكل كل البنى التحتية للعراق، وبالتالي العراق مكشوف نهائيا ماليا واقتصاديا. أما على الجانب السياسي فهناك أزمة سياسية منذ عام 2003، يعني منذ تأسيس العملية السياسية لحد اليوم هناك أزمة سياسية، هناك صراعات بين هذه القوى السياسية، وصولا إلى انتفاضة تشرين في 1 تشرين الماضي 2019، أدت إلى انكشاف هذه القوى الهزيلة التي تحكم العراق وصراعاتها الدائمة من أجل الكراسي. هناك صراعات قوية، استقال عادل عبد المهدي أجبرت التظاهر على الاستقالة، وضعوا بديل عنه، قدموا بديل لم توافق عليه الأحزاب الشيعية، ما يسمى بالبيت الشيعي، اضطر إلى الانسحاب، والآن قدموا مرشح جديد. هناك إشارات واضحة أنه لن يتم الموافق عليه، لن يتم تمريره، لأنه إيران غير راضية. فبالتالي هناك صراعات كبيرة، هناك مأزق كبير، هناك يعني انسداد للأفق السياسي. هذه كلها تنعكس على الساحة العراقية. العراق فيه نحو 12 مليون مواطن عراقي تحت خط الفقر. الدولة غير قادرة أن تعين هؤلاء الذين يأكلون من المزابل، الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم، غالبيتهم من الكسبة يخرجون إلى رزقهم اليومي، تحصيلهم اليومي يعتمد على عملهم اليومي. فبالتالي أنت تفرض حظر التجوال، الدولة فرضت حظر التجوال لمواجهة كورونا، أعمالهم كلها توقفت، من يعينهم؟ في الدول المتقدمة هناك الدول كانت لديها مخزون، كان لديها خطط استراتيجية، خطط طوارئ، استطاعت أن تساعد الناس يعني المحتاجين، الشركات الصغيرة، المصالح الصغيرة، الاقتصاد
الخاص استطاعت أن تساعد لكي ينهض بنفسه. في العراق العراق في لا يوجد أزمة هذا الشيء، الدكتور، مما يعقد الوضع العراق فبالتالي أيضا في مركز أزمة مركز اقتصادية سعر على بسبب كل انهيار المستويات. يعني أسعار النفط، ولذلك أيضا الوضع المالي للدولة ليس بالمستوى. خلينا نتحول إلى ضيفنا في سيدني، الأستاذ ظافر الشمري. أستاذ ظافر، هذا العراق الذي أريد له أن يكون واحة للديمقراطية، نموذجا للديمقراطية في منطقة مكتظة مليئة بالأنظمة الشمولية الدكتاتورية، وقد دعم بشكل كبير إقليميا ودوليا ومن القوة الأعظم في العالم مع هذه الإمكانيات المتوافرة في البلد، كيف انتهى به المطاف إلى أن صحيفة أمريكية تستشرف، تتوقع بل تؤكد أن العراق في طور التداعي، في طور التقويض، في طور الانهيار؟ كيف انتهى به المطاف إلى هذه الحافة أو هذه النقطة المرعبة؟ أستاذ ماجد، تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللسيدات والسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. كل دولة تضع استراتيجية لأمنها القومي. الأمن القومي مثل ما نعرف يتضمن الأمن الصحي، الأمن المائي، الأمن المالي، الأمن الغذائي، أمن المجتمع وإلى آخره. لا توجد للعراق استراتيجية واضحة لكل هذه الأقسام من أقسام الأمن القومي. بالإضافة إلى هذا، أنا أعتقد أن هناك تدمير ممنهج للاقتصاد العراقي بدأ يعني منذ استلام هذه الأحزاب للسلطة، أو بالأصح منذ أن وضعت هذه الأحزاب في السلطة. هذا التدمير الممنهج ماذا يراد منه؟ يعني نحن نعلم أن مداخيل العراق تجاوزت تريليون دولار في السنوات السابقة. أين ذهبت هذه الأموال؟ ولماذا هناك يعني تدمير ممنهج للاقتصاد العراقي؟ هناك استراتيجية هي ترتبط ب استراتيجية الأمن القومي الإيراني. مع الأسف هذه الاستراتيجية كان من ضمنها، في من وجهة نظري، هو عسكرة المجتمع. عسكرة المجتمع تبتدئ بتدمير ممنهج للصناعات والزراعة، وزيادة نسب البطالة، وبالتالي دفع الناس إلى اللجوء إلى أي جهات تدعوهم للعمل معها، سواء كانت هذه الجهات تنظيمات مسلحة، أجهزة استخبارات وما إلى ذلك. وبالتالي استطاعت هذه الأحزاب أن تجمع حولها هؤلاء الشباب. أستاذ ظافر، إذا سمحت لي، حجة من عسكروا المجتمع كما تصفه، من دعا الناس للانخراط في تنظيمات مسلحة، في أجهزة أمنية، في جيش وما ذلك، أن العراق كان معرض للتسونامي بين قوسين إرهابي، وبالتالي فإن المجتمع إما قسم منه هب بشكل ذاتي للدفاع عن البلد، والقسم الآخر الدولة كانت محتاجة لهذه الطاقات للدفاع عن البلد بوجه هذا الخطر الكبير المسمى الإرهاب. بالتأكيد، متى حصل هذا الخطر الكبير الذي يسمى الإرهاب، وفي أي سنة، ومتى بدأ، ومتى احتاج المجتمع، ومتى احتاجت هذه الأحزاب إلى عسكرة المجتمع، منذ في أي سنة؟ يعني هنا نلتقي. نعم، هناك إرهاب، حدث إرهاب، التداعى العراقيون بجميع أصنافهم إلى مواجهة الإرهاب، الكل تأذى من الإرهاب، لكن هل هذه بدأت يعني منذ سنة حتى سؤالي 2003؟ حتى سؤالي يكون أكثر هل وضوحا، هل الوضع في العراق كان مبررا ومسوغا لهذه العسكرة؟ هل نحن ما زلنا بحاجة إلى هذه العسكرة الآن بعد عملية، كما تقول الحكومة أنها انتصرت على الإرهاب، أن الإرهاب قد انحسر وما بقي منه إلا قليل، هل نحن بحاجة إلى هذه العسكرة؟ ما زلنا بحاجة؟ لا، في الوقت الحاضر لا توجد هناك حاجة، مع أنه في الوضع الحالي للدولة، في وضع الانفلات الأمني، في وضع الصراعات، تزايدت يعني وتيرة العمليات الإرهابية.
في بعض المناطق لن يقضى على الإرهاب نهائيا، وكانت هذه يعني أننا انتصرنا على الإرهاب، لم ننتصر، الإرهاب لا يزال موجودا، لكن هل نحن بحاجة إلى هذه التجمعات أو الفصائل أو الميليشيات الآن لمحاربة الإرهاب، ونحن عندنا قوات عسكرية، قوات أمنية، قوات اتحادية، جهاز مكافحة الإرهاب؟ أنا لا أعتقد مع يعني بالحاجة إلى وجودها في الوقت الحاضر. هذا أمر أنا لا أعتقد. نعم، أشكرك دكتور عبد الحميد العاني. وكالة الطاقة الذرية اعتبرت أن انخفاض أسعار النفط قد أصاب الدول النفطية الحقيقة بضربة كبيرة، لكن الضربة الأقوى وفق طبعا تصريح الوكالة، الضربة الأقوى والصفعة الأقوى تلقاها العراق من بين هذه الدول المعتمدة على إيرادات النفط. لماذا اعتبرت أن العراق هو صاحب الضربة الأقوى، الصفحة الأقوى، الصفعة الأقوى؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هنالك عدة اعتبارات، وأظن الدكتور رافع في بداية حديثه قد أجاب ضمنا عن بعض هذه الأسئلة. هنا نحن نرى أن العراق قد بات معتمدا اعتمادا كليا على النفط. هذا الأمر يعني العراق بعد أن كان دولة زراعية ودولة صناعية وفيه العديد من الخيرات، بات الآن اعتماد اقتصاده فقط على هذا الجانب، وهو جانب اللي هو البترول. هذا أمر. الأمر الآخر وهو الذي زاد من مأساة الاقتصادية للعراق وميزه عن غيره، أنه حجب الفساد الكبير الذي عاشه هذا العراق في ظل هذه الأحزاب السلطة منذ 17 عاما، الذي نخرت باقتصاد العراق، جعلت الاقتصاد العراقي هو في الأساس اقتصاد محمل بديون كثيرة. يعني النفط العراقي هو بالأساس مبيوع لسنوات كثيرة للأمام. الديون الاقتصادية، الحجم الديون الكبير على الاقتصاد العراقي لن يستطيع الآن، يعني هذه الأسعار اليوم هي لن تستطيع أن تفي بالحاجات اللي هي فقط على الأقل الرواتب كما ذكر الدكتور رافع لانس. طيب ما بالك ببقية الأمور الخدمية الأخرى التي يحتاجها هذا البلد؟ الدولة هي ليس فقط مجرد رواتب، هنالك العديد من المنافذ الاقتصادية، كيف ستستطيع هذه الدولة سدادها؟ الدول الأخرى التي تضررت بهذا العامل، عامل النزول هبوط الأسعار، لديها منافذ أخرى، منافذ اقتصادية أخرى تستطيع أن تناور بها، تستطيع أنه من خلال الاقتصاد الداخلي، المشاريع، الصناعة، الزراعة إلى آخرها. ربما يعني بعض الدول حتى عندها، ليس عندها بترول، لكن على الأقل حققت نوع من الاكتفاء الذاتي زراعيا غذائيا، الأمن الغذائي الذي أشار إليه الأستاذ قبل قليل. هنا المشكلة في العراق أنه هذه الظروف أو التراكمات العديدة داخليا وخارجيا هي التي جعلت هذا الأمر في أن العراق بات فضلا عن ديونه وحاجاته ومآسيه الكثيرة جدا، نرى أنه هذا التأثير الكبير في هبوط أسعار البترول على الاقتصاد العراقي، الذي ربما سيؤدي إلى كارثة حقيقية في الأيام القادمة، والخاسر الكبير من ورائها هو أبناء الشعب العراقي، لأن جميع هؤلاء أحزاب السلطة، هؤلاء جميعهم قد أثروا أنفسهم وقد مولوا، وحساباتهم خارج العراقي هي ربما يستطيعون، أو هكذا يعتقدون أنها يستطيعون، أنه يعيشون فيها بقابل الأيام. نعم، طبعا سنتحدث عن جزء آخر من المشهد في العراق، وهو الوضع أو الصفحة أو المشهد العسكري، وخاصة في ضوء التوترات القائمة بين الميليشيات المدعومة إيرانيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء تسريبات أمريكية عن عملية عسكرية لملاحقة الميليشيات وما إلى ذلك. سنناقش هذه القضايا، لكن بعد هذا الفاصل القصير. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش. ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في الوضع في العراق في ضوء أزمته الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا والتوترات بين الميليشيات وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ضيوف طاولة دكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، والأستاذ ظافر الشمري. دكتور رافع الفلاحي، هناك تسريبات أمريكية أن البنتاغون طلب التحضير لعملية عسكرية ضد الميليشيات في العراق. بومبيو هدد الميليشيات بأن مصيرها سيكون مصير قاسم سليماني، سيعاقبها. أيضا ترامب تحدث عن أنه إدارته لديها معلومات وتتبع خيوط لعمليات استهداف للقوات الأمريكية في العراق. في ضوء ما يجري في العراق، هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية جادة في إطلاق عملية عسكرية ضد الميليشيات الطائفية التي كانت إلى حد وقت قريب رديفها على الأرض في محاربة ما يسمى قوى الإرهاب، سواء قاعدة أو داعش؟ هذه الميليشيات حظيت بدعم كبير، أشرف على تدريبها من قبل الأمريكيين، وكانت سند ورديف من عام 2003 إلى اليوم. الآن حانت ساعة ملاحقة هذه الميليشيات فعلا؟ أستاذ ماجد، يعني دعني بشكل سريع أوضح الفكرة. في عام 2003 الأمريكان جاءوا بالقاطرة ووضعوا السكة ووضعوا العراق، وهذه القوى التي تحكم العراق وضعوها في هذا القطار. إيران شاركت، هذه القوى غالبيتها تعود إلى إيران وممولة من إيران، ولاها العقائدي لإيران وانتماءاتها الفكرية والسياسية لإيران. ركبوا في هذه القاطرة وقبلوا هذه القاطرة الأمريكية. بعد مرور وقت اعتقدوا، بعد مرور كل هذه السنوات اعتقدوا أنهم الأقوى، ومع وجود تداخل أمريكي، المماحكة الأمريكية الإيرانية التي بدأت بخروج ترامب، إعلان ترامب خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران، بدأت هناك مشاكسات عديدة، وبدأت التوجيهات للقوى الإيرانية في العراق التي تحكم العراق من ميليشيات وقوى سياسية وشخصيات أن تتمرد على الراعي الأمريكي رغم وجودها في القطار الأمريكي. يعني هم يريدون أن يبقى القطار الأمريكي وأن تبقى السكة الأمريكية، لكن الولاء كله لإيران. هذا لا يعجب، هذا الأمر لا يعجب الولايات المتحدة. لذلك بدأ هذا التباعد شيئا فشيئا، وصولا الى حد التوقع الى الصدام، وحصلت صدامات بمقتل سليماني بالضربات التي وجهتها مهما كان نوعها ايران الى القاعده الامريكيه في العراق بهذا الشكل. لكن دعني اقول انه ايران بدات تخسر الان. ايران في وضع سيء جدا جدا. ايران داخليا لديها مشاكل اجتماعيه كبيره جدا، لديها مشاكل اقتصاديه كبيره، لديها مشاكل سياسيه، وجاءت الكورونا لتقضي على يعني إيران الآن منهارة، فيها ثقوب كثيرة في كل شيء. الآن اقتصادها منهار تماما، فيه تشوهات كثيرة، العملة انهارت. لكن قائد الحرس الثوري، إذا سمعت لي، قائد الحرس الثوري الجديد قاسم قاآني من بغداد أطلق تهديدات كبيرة ضد الأمريكيين إذا ما ارتكبوا كما قال حماقة. نعم، سأقول لك لماذا. إيران خسرت سوريا 100%. إيران وضعها في سوريا شبه منتهي. الروس سيطرة والأمريكان خارج هذه اللعبة، روسيا ونظام بشار بشكل أو بآخر، حتى حزب الله بدأ ينسحب. قضية إيران يبدو أنها قد غسلت أيديها من سوريا، لم تبقى لها إلا الساحة العراقية. هناك ضغوطات كبيرة على إيران، سياسية واقتصادية كبيرة، لابد من مماحكة مع الضاغط الأكبر اللي هي أمريكا، وصولا إلى إيران تريد أن تدفع الأمور إلى لحظة تجلس فيها إلى المفاوضات وهي لديها ورقة منتصرة، هكذا تعتقد. لكن هذا الاعتقاد فاشل، لذلك قائد يهدد، وكل القوى العسكرية في إيران والقيادات الإيرانية تهدد والميليشيات تهدد. هم يريدون أن يجروا الولايات المتحدة إلى أشبه بصراعات كثيفة هنا وهنا، لكي يصلوا إلى مرحلة يتفاوضوا فيها مع الولايات المتحدة لكي تنفرج الأمور في إيران. هذا الموضوع أعتقد هذا تصور خاطئ، تفكير خاطئ، رؤية خاطئة. أمريكا لديها أهداف قوية جدا في هذا الموضوع، لديها أن تتخلى إيران عن السلاح النووي، أن تتخلى عن
عن الملف النووي نهائيا، وان تتخلى عن الصواريخ بعيده المدى خدمه لحلفائها في المنطقه، ولكي لا يمكن ان تعطي مجالا لقوه نوويه جديده تظهر في المنطقه. هذه لم تفهمها ايران لحد الان، لذلك تحاول ان تناور وتحاول ان تستمر في هذه المناوره وصولا الى لحظه قد تتهيأ لها الفرصه للحصول على السلاح النووي. هذا لا يمكن ان يحصل، لان هناك قوى واولها اسرائيل لا تريد هذا الموضوع، لا يريدون دوله جديده نوويه تدخل النادي النووي. وايران تعرف اذا ما سحبوا منها هذا الملف فهي نمر بلا اسنان، نمر من ورق. فبالتالي ايران في اصعب مراحلها، ضعفها يؤدي الى تحريك الميليشيات بهذا الاتجاذ. هذا الاتجاه امريكا قويه. الى السؤال المهم التالي، اشكرك دكتور واضح، ستؤدي الى يعني خساره هذه الميليشيات، خساره كبيره، وبالتالي هو نفع للعراقيين. واضح استاذ ظافر الشمري في سيدني، يعني في ضوء هذه التهديدات والتوترات بين الميليشيات وهذه المناوشات والقصف الامريكي لمواقع الميليشيات، السؤال الكبير، هل هذا النظام السياسي الذي تأسس بعد العام 2003 في أعقاب الغزو الأمريكي، هذا النظام أسسه وصممه الأمريكيون ودعموه وما زالوا يدعمونه إلى حد هذه اللحظة، هل هذا النظام، هل هذا العراق الرسمي الآن الموجود هو نظام في حالة مواجهة مع الأمريكيين على غرار المواجهة الأمريكية الإيرانية الكورية في سوريا وما غير ذلك؟ هل هذا النظام الموجود الآن، هاي الدولة، جزء مما يسمى محور مقاومة وهو طبعا محور إيراني حتى يكون كل هذا التوتر ويكون العراق ساحة لهذا الصراع؟ نعم، مثل ما ذكرت استأذن منك لدقائق وأعود لك بعد ما يكون الصوت قد ضبطوه الأخوة في القسم الهندسي. دكتور عبد الحميد العاني، وأيضا بنفس النقطة، الآن تحركات للقوات الأمريكية في العراق، إخلاء لقواعد، عملية إعادة تموضع، هل هذه الحركة الأمريكية العسكرية والتحركات لها علاقة تعتقد بتسريبات أو بتحضيرات أو بنوايا أمريكية لملاحقة مطاردة أو تدمير الميليشيات كما جاء في تسريب الصحافة الأمريكية فعلا؟ يعني نحن منذ سنوات نتحدث عن تخادم بين المشروعين رغم الخلاف الذي حدده قبل قليل دكتور رافع، الخلاف بين أمريكا وإيران ينحصر في الملف النووي. أما في العراق تحديدا فهنالك المشكلة، مشكلة التغول الإيراني، حينما أرادت إيران أن تبتلع العراق تبتلع الكعكة وحدها. فلذا نرى كل التصرفات الأمريكية منذ التجاذبات منذ سنوات عديدة وعلاقتها مع إيران وعلاقتها مع هذه الميليشيات هي علاقة شد وجذب، لكن لا يوجد بينهم صراع حقيقي، لا يوجد صراع وجود، وإنما صراع نفوذ، هنالك نوع من تقليم الأظافر هنا وهنالك. لكن في كل وقت وحين نرى أن أساس المشروعين متخادمان بشكل كبير. لا ننسى المدن الكبيرة التي دمرت ومنها الموصل التي إلى الآن رغم سنوات إلى الآن لم تشف من جراحها، ولا تزال المدينة مدمرة، لا تزال الجثث إلى هذه اللحظة تحت الأنقاض بفعل من؟ بفعل تعاون وتخادم كبير جدا على أعلى المستويات بين القوتين الأمريكية والإيرانية، الاحتلالين الأمريكي والإيراني والميليشيات اللي هي المنفذة. إذن هذه التهديدات التي تجري هنا وهناك هي فقط تقليم أظافر وقص أجنحة، لكن لا نعتقد أنها إنهاء وجود لهذا المشروع ولا قص مظهر لهذه الميليشيات، وإنما نوع من تطهيرها وتهذيب بعض الأصوات الناشزة التي تعزف في هذه في جوقة الميليشيات، أو بعض الشخصيات التي ربما قد تهدد نوعا من على المشروع بشكل عام. هذا من جانب. الجانب الآخر أيضا هو أيضا اتخاذ هذه الضربات من هنا وهنا والتهديدات، هي أوراق ضغط، كل طرف يتخذها ورقة ضغط على الآخر. أيضا سمحت عن هل هذه التهديدات أو المناوشات هي أيضا جزء من أوراق ضغط وما إلى ذلك إلى في قضية الأزمة بين إيران وأمريكا؟ خلينا نعود إلى ضيفنا ظافر الشمري
في سيدني. والسؤال الذي كان قبل المشكلة أنه هل النظام في العراق الموجود الآن الذي صممه الأمريكيون هو جزء مما يسمى محور المقاومة ولذلك هذه التوترات والمناوشات بين الميليشيات وأمريكا؟ بالطبع استراتيجية الأمن القومي الإيراني تعتمد على أهداف محددة من ضمنها طبعا أؤيد كما ذكر الدكتور أن الملف الإيراني نووي إيراني واحد من عده والعراق سيشكل ورقة ضغط بيد إيران على الولايات المتحدة لكن أيضا إيران تريد الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط إيران تصدر نفط وتصدر غاز وتحاول الوصول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط من خلال ربط هذا الطريق طهران بغداد دمشق بيروت وهذا ليس سرا يعني هم تحدثوا في هذا المجال يعني وبالتالي فالعراق يشكل عمود او مفصل في هذه الاستراتيجية يجب ان تتحكم إيران في القرار الأمني العراقي على الأقل من أجل فرض سياساتها وبالتالي الضغط على الحكومة يعني حتى لو جاءت حكومة لا تعتقد مثل ما يحصل الآن في تكليف المكلف السيد الزرفي أنه هناك ضغط من هذه الجهات المسلحة من أجل التحكم بالقرار سيمنح إيران هذه عملية التواصل الولايات المتحدة تقطع هذه الحلقة في العراق مثل ما تفضل دكتور انه روسيا وسوريا هناك موجودين وهم على حلف مع ايران لكن العراق اذا سقط هو طبعا الان اكو صراع لكن اذا تخلت الولايات المتحدة طيب دكتور خلينا ايضا في نفس النقطة مرة راح نبتعد عنها كثيرا يعني هذه الان الحركات التحركات العسكرية الامريكية اخلاء قواعد ومنها طبعا يوم أمس كان حديث عن إخلاء قاعدة الحبانية الموجودة في محافظة الأنبار وغيرها من القواعد الأخرى هل تعتقد أنها تأتي في إطار التحضير فعلا لعملية عسكرية ضد أذرع إيران في العراق أم ربما رسائل تخويف جزء من عملية الضغط على إيران لجلبها إلى الطاولة بدون استخدام العصا أو القوة الخشنة؟ التهديدات متبادلة منذ زمن طويل وقصف القواعد الفصائل والميليشيات المرتبطة بإيران مستمر ترامب طلب وضع خطة من قياداته العسكرية لوضع خطة في حال التصعيد لتدمير حسب ما جاء في تقرير نيويورك تايمز تدمير الميليشيات المرتبطة بإيران طبعا إيران ردت ورد أيضا ترامب اليوم إيران تقول أنها تنطلق من موقع الدفاع عن النفس الدفاع عن النفس أين هل إذن هو اعتراف ضمني هذا ما قال ظريف غرد على تويتر أنه نحن لا نبدأ بالحرب لكن نلقن من يبدأ دروسه نعم فبالتالي هذه المشكلة الأساسية في اعتقادي هي عملية نشر صواريخ إيرانية في المنطقة عملية انسحاب القوات الأمريكية إلى قواعد أكبر هي ليست عملية هروب ولا بالعكس هي عملية ضمان للجنود في حال أنه تم التصعيد في حال أنه تم الاستهداف الميليشيات تقول أن هذا التحركات أو ذهاب القوات الأمريكية إلى قواعد عسكرية بعيدة هو عملية هروب من صواريخها وضرباتها هذا اعتقد الولائي قالها حزب الله كتاب حزب الله صرح تصريح نعم. مغاير نعم. هم يقولون صواريخ باتريوت يعني صواريخ باتريوت هي ليست هجومية صواريخ باتريوت هي دفاعية ضمن القبة الحديدية المنشورة في المنطقة لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة يعني المشكلة هي في نشر بدأ يعني التصعيد والتصاعد بدأ منذ نشرت إيران صواريخ
في العراق. طبعا هناك زلات لسان، رويتر كتبت في سنة، نشرت في سنة في نوفمبر أو في أغسطس شهر 8 من 2018 أن إيران نشرت هذه الصواريخ. صدرت بعض يعني الردود من إيران ومن فصائل المسلحة الموالية لإيران أن لا يوجد صواريخ، لكن في شهر 1 من سنة 2019 عبد الكريم خلاف اللي هو بعدين أصبح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في تغريدة له أكد امتلاك هذه الفصائل لتقنيات صناعة الصواريخ. هذه وحدة. في شهر 2 الناطق باسم الحشد أحمد، ولذلك كان هناك تقرير أيضا، تقرير غربي يتحدث أنه عن جرف الصخر الحقيقة هي قاعدة لصواريخ وتصنيع أسلحة إيرانية، ولذلك غير مسموح لها الدخول حتى من قيادات أو ضباط خارج الميليشيات. بالضبط. هذه الصواريخ مثل ما ذكرنا أحمد الأسدي أكد امتلاكهم لصواريخ تصل إلى 450 كيلومتر. هذا يعتبر تهديد يعني ليس للقوات الأمريكية فقط وإنما لكل دول المنطقة، لكل دول المنطقة التي تقع ضمن نطاق هذه الصواريخ. يعني هذا التهديد، كل هذه الدول لا تقبل بهذا الموضوع. وأيضا بومبيو وبلاسخارت وأعتقد حتى نبيه بري وإجوا يعني تواصلوا مع العراق وتواصلوا مع القيادات السياسية وأبلغوهم أنه هذا الأمر مرفوض، ولذلك أطلقت عملية يعني نداءات حصر السلاح بيد الدولة، حصر السلاح بيد الدولة هم لحد هذه التي لم ينفذ منها لحد الآن أي شيء، على الرغم من هذه الدعوة أو تعهدات قديمة تعود إلى حكومة العبادي وما قبلها. دكتور أشكرك دكتور أستاذ ظافر. دكتور رافع الفلاحي، هناك مفارقة أن الأمريكيين والإيرانيين الذين كانوا حلفاء وداعمين لهذا المشروع من 2003 إلى اليوم يتبادلون الاتهامات من العراق أو يهددون بعضهم بعضا في العراق. قاآني جاء إلى بغداد ليطلق تهديدات كبيرة ضد الأمريكيين، الأمريكيون أيضا يريدون أن يدمروا الميليشيات أو يتصدوا لإيران وأنشطتها الخبيثة كما طبعا توصف في العراق. لماذا في العراق؟ لماذا هذان الطرفان يهددان بعضهم البعض في العراق؟ لماذا لا يكون، لماذا لا يتواجهان مباشرة خارج العراق؟ أولا أستاذ ماجد، لأنه مثل ما قال أخي الدكتور عبد الحميد يتخادمان في العراق، هم يعني القوى الرئيسية التي تسيطر على العراق والتي احتلت العراق منذ عام 2003 لحد الآن، وخطة تخادمهم في العراق كانت ماضية في طريقها للحد اللي وصلوا به للمواجهات هذه اللي نتكلم عنها. الشيء الثاني أنه العراق ضعيف، العراق مسلوب الإرادة، مسلوب القوة، ليس له قوة، استقلاله غير ناجز، سيادته غير موجودة، قوى منهارة، إرادته وقراره السياسي مرتبط بقوى خارجية وبأجندات خارجية، فبالتالي العراق مطية للآخرين، والعراق ساحة لهذا الصراع، هذا الصراع كل القوى، لأن أمريكا تعرف لديها مصالح في العراق ومصالح كبيرة، والعراق بلد غني، أرض تحوي هذه الكميات الكبيرة من البترول، يعني الخزين الهائل من البترول ومعادن أخرى، إضافة إلى أن العراق بلد قادر أن ينمو، قادر كل شيء موجود فيه، لكن أضعفوه بعد 2003 وصلوا إلى هذه الحالة، وإيران تريد أن تستفيد من العراق من موارده من ساحته، هذا الهلال الذي تحدثوا عن امتداد الهلال من العراق إلى سوريا إلى لبنان إلى اليمن، هذا جزء من مخططها للتوسع، وهي لديها مشروع للتوسع معروف يعني من البداية عندما جاء الخميني، هاي ثورته للتوسع وكانت ومشروع توسعي، فبالتالي العراق هو الساحة التي تضغط بها، أمريكا لديها مصالح في العراق تدافع عنها، وإيران مصالحها كبيرة في العراق، لأن العراق هو الساحة الأساسية والساتر الأمامي للدفاع عن مشروعها التوسعي، فبالتالي صراع لابد أن يكون على الساحة العراقية، خاصة في وجود قوى تابعة لإيران، ميليشيات وقوى سياسية وشخصيات وقوى مؤدلجة تدافع عن الفكر الإيراني وتدافع عن السياسة الإيرانية، ولاءها ولاء شديد لإيران وليس للعراق،
فبالتالي العراق فاقد للإدارة للإرادة، ليس له جيش وطني، ليس له قوى وطنية، مسلوب كل شيء، معطل لديه. الصراع من الطبيعي أن يجري على الساحة العراقية ولا يجري على ساحات أخرى. أمريكا تهمها، ونعود مرة أخرى ونقول يعني تأكيدا لما قاله أخي دكتور عبد الحميد أن أمريكا لا تريد أن تفتت إيران، وقالها ترامب أكثر من مرة، يعني إيران تهمنا كبلد لا نريد أن نفتته، لا نريد أن نخرب مكوناته، لكن في العراق يخربون مكوناته وفتتوه. ممكن إيران ليس لديها يعني في سياساتها العامة في تاريخها ليس لديها عداء، بالعكس هي علاقاتها قوية جدا مع الغرب، وعلاقاتها حتى مع الكيان الصهيوني قوية جدا، لكن لديها ملفين يجب التخلص من عندهم، وأولها الملف النووي، وظهر فيما بعد ملف الصواريخ البعيدة المدى. هذا كل الموضوع، إذا ما تم التفاوض على هذين الملفين ووافقت إيران على التخلص منهما ستعود العلاقة شهر عسل رائع جدا بين أمريكا والغرب وإيران. أشكرك دكتور عبد الحميد العاني. ترامب غرد أنه إيران وأذرعها وأذرعها يخططان لشن هجوم مباغت ضد القوات الأمريكية في العراق، وستدفع الثمن غاليا إذا ما قامت بذلك، باعتبار أن العراق ساحة المواجهة بين أمريكا وإيران. باعتقادك ما هي حصة هذا الثمن الكبير، حصة العراق من هذا الثمن الكبير الذي قد ترتبه أمريكا على إيران إذا ما حدث هذا أو وقع هذا الهجوم؟ بداية يعني تعلمنا أيضا من السياسة الأمريكية والإيرانية أنه لا نبني على التصريحات، لأنه كثيرا ما سمعنا جعجعة ولم نرى طحينا. هذا أمر. الأمر الآخر وهو المهم، كلاهما كلا المشروعين ينظران إلى العراق على أنها ساحة للصراع، ودائما معروف استراتيجيا أنه ساحة المعركة هي الخاسر الأكبر مهما كان المنتصر. كلا الطرفين سواء كانت المعركة كبيرة أو صغيرة فالخاسر هو الأرض التي تقع عليها هذه المعركة. الخاسر الأكبر هو العراق الذي اتخذت منه أمريكا وإيران، كلاهما اتخذ من العراق ساحة لمثل هذا الصراع. أما هذه الميليشيات وغيرها هي مجرد أدوات ووقود لمثل هذا الصراع. ينظران إلى العراق إلى أنه أيضا ساحة أو مصدر لهذا الاقتصاد أو البترول الذي ينهبه كلا الطرفين. الخاسر الكبير هو الشعب العراقي الذي لم يتمتع لا بثرواته طيلة السنوات الماضية، ولم يتمتع لا بسيادة ولا بأمن، ولم يتمتع بأمان طيلة السنوات الماضية، وحقوقه مهدورة وأمنه ذاهب. يتلاعب به الغريب والقريب، ومنهم على رأسهم هذه الميليشيات التي ارتضت أن تكون أداة بيد الأجنبي للأسف. نعم أستاذ ظافر الشمري في سيدني، يعني هل ترى ثمة مؤشرات على مواجهة عسكرية كبيرة بين أمريكا وبين الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق، أم أن القضية لا زالت جزء من حرب نفسية سياسية وإعلامية، جزء من عملية الضغط على إيران، أوراق ضغط على إيران لجلبها إلى طاولة التفاوض، وأن الأمور لن تصل إلى حافة الهاوية كما يشاع؟ بالحقيقة أنا أرجح أنه لا وجود لحسم، وليست ولا توجد هناك خطة لحسم. الخطاب السياسي يختلف عن الواقع في الأرض. يعني الخطاب السياسي الذي يستخدم العسكر هو من أجل الضغط سياسيا لدفع الطرف الآخر إلى إما الردع وإما إلى يعني الكف وإما إلى جلبه إلى المفاوضات. فأنا أرجح الطرف الآخر. يمكن أن تكون هناك عمليات محدودة مثل ما كانت سابقا، اللهم إلا إذا حصل يعني هجوم كبير على الولايات على قاعدة الأسد أو قاعدة حرير، عند ذلك يمكن أن يكون الرد قوي وعنيف. لكن احنا شفنا في كل فترة ترامب هناك دائما يستخدم يعني نمطية التصريحات عالية السقف، ولكن لا تصل عند التنفيذ إلى هذا السقف العالي. دائما عمليات محدودة. ظهر يعني هناك اتفاق على قواعد اشتباك معينة، يعني لا أن ولا يسمح بتجاوزها أو الخروج عنها إلى إشعال نار
كبرى في المنطقة. لكن اسمح استاذ، لكن امريكا ارسالت قائد فيلق القدس الايراني، الرجل القوي، رجل ايران، ربما الرجل الثاني الحاكم في العراق، اغتالت. سليماني لم يكن اول جنرال ولن يكون اخر جنرال. الولايات المتحده واسرائيل قتلوا كثير من الجنرالات الايرانيه في سوريا او يمكن حتى في العراق. رمزيه سليماني، هم يحاولوا ان يصنع، يعني ايران والميليشيات تحاول ان تصنع رمزيه تستند عليها وتقف عليها وتستند اليها من اجل تصعيد خطابها السياسي لا اكثر. ايران ردت وتستخدم هؤلاء سواء في مثل ما صار في عمليه الهجوم على السفاره او عمليه يعني راجمات وتبرأوا منها، يعني لحد الان لم يستطيعوا ان يقولوا ان هذه الفصائل التي يسموها مقاومه تبنت اي عمليه، مع انها تتصرف خارج سياقات الدوله، يعني الدوله لم تعلن انها او تساند عن اي عمليه تهديد، يعني تهديد للولايات المتحده او لجنودها في العراق المتواجدين في معسكرات عراقيه. لم نسمع تصريح قائد في الجيش ولا تصريح على المستوى السياسي انه احنا يجب ان نقاوم، يجب ان، وبالتالي هناك تجاوز لعمليه القرار السياسي العراقي. يعني اهلا وسهلا. اشكرك استاذ ظافر، اعتذر لان الوقت فعلا انتهى. بهذا مشاهدينا الكرام نصل الى اختام هذه الحلقه من طاوله حوار ناقشت الوضع في العراق سياسيا وعسكريا ايضا في ضوء التوترات او المواجهات بين الميليشيات وبين امريكا والازمه الاقتصاديه وتفشي فيروس كورونا. لم يتبقى لنا في هذه الحلقه الا ان نشكر ضيوفنا، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا ايضا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي بجمعيه علماء المسلمين في العراق، وكان معنا من سيدني الاستاذ ظافر الشمري والمتخصص في الامن القومي. حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.